نجري هذا اللقاء مع الحاج محمود محمد علي إبراهيم علقم أبو أحمد من قرية برفيليا قضاء اللد والرملي، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذا اللقاء. أما إحنا وصلنا للحظة اللي أنت رجعت فيها لصفة بعد اجتياح اليهود لمنطقة الضفة الغربية. بعد ذلك أنت كم يوم مكثت في صفة؟ كانت لما اليهود استهلوها في صفة. لما احتلوها كم يوم قعدت في صفة؟ لما احتلوها اليهود أنا بكيت لما أخذوا البرودة مني. لا هلا رجعت أصفة هلا. أيوة من يوم أخرج أنا أصفة صاروا يطلعوني حرس وطني. أنا من يطلعونه. إحنا خلصنا الآن ما ظلش جيش أردني اللي اليهود الآن استلموا. استلمتها. أنا بك اسمي مسجل في الدفتر في المغفر تبع السلاح. صليت على النبي واسمي مسجل في المغفر تبع السلاح. شدوا الدفتر ونسفوا المغفر اليهود اللي بك في سلاح الحرس الوطني اللي بك في سلاح الحرس الوطني نسفوا. لما نسفوا يا أخوي صار المخاطير صفة كلوا لي محمود محمد علي إبراهيم وين البرودة حطيتها بدهم البرودة اليهود اليهود منك لأن اسمك أنت معك البرودة ومعك 30 مشط فشك. والله يا جماعة الخير كيف أسوي؟ قالوا لي إلا تجيبها. لما صار يقولوا لي بدك تجيب البرودة البرودة بقيت معطيها لواحد ورايحة مين بدي أجيب لهم برودة؟ شو كل المختار؟ قال لي أقول لك. قلت له نعم. قال نصيحة إليك بلاش اليهود هنا ظل وراك وراك بفلتوش شي اسحب حالك وروح على عمان. والله زي ما بحكي معك نعم يا حملت حالي أنا وعيالي وقلت يا من بنا وعلا وراحوا خلنا راحت البرودة ورحلت من صف على عمان. على عمان وين سكنت في عمان؟ في مخيم الجوفة. مخيم الجوفة. والله سكنت في مخيم الجوفة بطلع 4 سنين. هل كان موجود مخيم؟ ها؟ وما زال المخيم لغاية الآن موجود؟ مخيم الجوفة من 48 باكي. استأجرت بيت هناك في مخيم الجوف ولا اشتريت والله بيت؟ والله سكاي في حج استأجرت يعني استئجار؟ استأجرت لا والله شريتها ب90 ليرة. سكيفتي هنا خدتني ب90 ليرة. كيف كان حياتكم في المخيم؟ والله بقيت أشتغل عامل. نعم أشرور. طب سقايف يعني كانت بيوت زينكو يعني؟ البيوت زينكو؟ السقف زينكو؟ زينكو. والجدران شو كانت؟ طينة. طين؟ طينة. طب كيف كانت حياتكم في البرد وفي الصيف؟ والله بكنا زي ما احنا قاعدين هنا لا بكنا نشوف برد ولا صيف ولا حر ولا حر. طيب في هذا المكان أولادك يعني استفادوا من خدمات وكالة الغوث في المدارس والصحة؟ أولادي هنا استكاموا. هنا في عمان. درسوا في مدارس الوكالة وفي الحمد لله درسوا نعم. في الوكالة ولا في الحكومة؟ الوكالة في المدرسة هذه اللي هنا. طب طرقكم في داخل المخيم كيف كانت حياتك يعني الطرق في داخل المخيم؟ أسفلتات. كانت مزفلة الطرق في ذلك الوقت السبع. أسفلتات. نعم. عليها الأهل كيت أسفلتات. طيب الآن بعد هذه الغربة الطويلة عمي أبو أحمد بعد ما طلعت من 67 لغاية الآن هل سنحت لك الفرصة أنك تزور برفيليا؟ لا تسليل أروح برفيليا. لا مش التسلل. لا ما أنا بدي أسمع. ما رجعت زرت فلسطين؟ لا ولا أي زيارة؟ أنا رجعت أخوتي. أنا رجعت على أخوتي. رجعت على أخوتك ب براسي وعيالي ظلوا هان. لما استشهد أخوك أخوك مين اللي ظل؟ مين إخوانك اللي ظلوا في صفة؟ واحد علي وواحد عبد الله ظلوا في صفة هذولا. هذول هلكت أولادهم في صفة. إخوانك ما زالوا موجودين عايشين؟ اثنين عايشين؟ لا ميت علي مات ومحمد مات. محمد كيف مات؟ أبو الولد هذا مات من الله. هذاك محمد مات قبل ما يصل صفة ولا بصفة مات؟ لا في صفة. في صفة مات عام 50. وعلي؟ مات في 50. علي متى مات؟ مات في 67. لا 75. هاك انت؟ 75. 75. في 75 كيف مات طيب؟ طخوا اليهود والله. قتلوا اليهود؟ مع الغنم. بكم مع الغنم طخوا اليهود.
أجوا اثنين علي صليت على النبي، واحد طه علي على علي أخوي شاب زيك ماخذ يعني تلف، لما شده قال له وين حملان؟ بقولوا عن الفدائية حبلان أو مخرب. قال له ما فيش حبلان. قال له ولكن أنت بتضمع حمل مع العصا، ضرب على شتافه. ضرب مين؟ ضرب علي أخوي على شتافه. لما ضرب على شتافه انتهى حياة علي، كيم هدب شهيد وإنه لايها في الشدرة. ضرب اليهودي لكن في يهودي عرش متخبي وراء، لما شاف ضرب اليهودي بالحجر مع أهل أوزي وكان لخذ زرارة هذول خردك هنت خردك من وراء ارتمى. أجوا الرعيان وأجوا الناس كام كموا، لما كموا يا حبيبي ودوا على مستشفى صرفان، لما ودوا على مستشفى صرفان صاروا يساووا فيه يحكموا فيه ما فيش. والله العظيم هاي حالة بتلك بالله، أنا قاعد هنا لما بكون معك خبر قلت قالوا هاي أخوك علي مطخوف، وش فيك شر الواحد لما يكون أخوه والواحد بشوف. أنا والله صعب كيد شر نتفى الترر من شر الأرض أخرى. وغرب لما غربنا، طب أنا أعمى معرفش شو صي، قلت أنا بدري يشوف الهاشم يقول له في الجبل الثاني، شوف إنهم في دولة وأنا في دولة. لما غربت من هان عليهم اللهم ميخذينا ورايحين، موقف شنا هذا محامي ما بعرف كيف، اللهم بقولوا هاي المحامي من تل أبيب يهودي، صليت على النبي اللهم صل وسلم. شو في ولاد من كبية وولد من رنتيس وولد من بطرس كل الشعب، صليت على النبي. قالوا لي اسمع، قلت لهم أنا كانوا معك 100 ليرة، قلت معي 100 ليرة. قالوا تعال بدنا نروح على اليهود، راحوا على اليهود وقالوا له هيد 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 المصلحة، سحبنا حالنا ورحنا على اليهودي احنا الثلاث في كلندي في بيت نبالة. مش على القاتل بس وين؟ مش على القاتل وين؟ مش اليهودي القاتل، على واحد تاني واسطة، على الواسطة، على الواسطة، الواسطة علم في المغفر. نعم نعم. اللي أعطاه من الأوزي، رحنا علم ما أعطاه من الأوزي. نعم. شايف شيء؟ الله هو أخينا بالله جاي علي كل على الكاد المغفر اليهودي، كل اللي بدنا الأوزي بدنا نفرغ فيها الحجة الهنيه نشوف فيها بلان ما حبلان مخربين. قال جيت نولتهم في هذاك اليهودي المحامي حاطط الهانة في جيبته شايف زي هذي هالكدي مسجد شن اللي معه حاطه في جيبته خرفه. قال لك راح على اليهود العربي اليهودي أجا كله ليش متهان أنت وين حبلان؟ ضرب العربي راح الغنم، راح الغنم كامل برو الحجر ضرب اليهودي الثاني، اليهودي الثاني اللي معه سلاح طخ من ورا، هذا اللي صار معنا. طيب راح والله إن لما اليهودي المحامي خرفنا هذا الخراف هم يحكي عبراني أنا مش فاهمين لهم، هم اليهودي هذا خرفنا زي ما بغرف فيك عربي اليهودي عرب العادة لبلب. صليت على النبي منيح منيح. اللهم بقولوا بدك قضيت أخوك تمشي، قعدنا يومين ثلاث وقالوا لي روح، روحت هنا على عمان، صار يودوا لي تسريح الحكم العسكر وهم يرضون وثل القوات باكي مكوي هذا اليهودي. صليت على النبي والله يا أخويا ما بزل عليك، لما روحت هنا ردوا بعتوا لي تسريح وغربت. لما غربنا عليهم في واحد بكلوا لعمره مختار الكبانية يهودي والله ما صلى على سيدنا، واحد ضابط الحدود بقولوا له ابو طلال شو بيطلع مترين طوله والله يا صبعيه حطوا له يعني اللطه، وش واحد شاف بكتله والله انه احنا قاعدين في رام الله عبرونا على المحكمه في رام الله محكمه الصلح، ف
في واحد بكلنا من بالعين مختار بالعين بكل محمود محمد علي إبراهيم فضل عبر عبرت لما عبرت بكل اسمع كنا لنا أنه هالله المختار قال لي اسمع قلت لا قال لي منطقة رام الله 199 بلد متجاهية عليك أطفالها ونسوانها ومخاطيرها ومشايخها إنك تسقط حقك أنا اليهودي شو طلعت أنا من ثمي لأن اللي بيكون قويني اللي معاي قالوا لي احشو لا تخافش شو قلت للحكم العسكري قلت الله أكبر اللي حطوا أخويا 199 كامة في الأرض هذاك قال عليه 300,000 شيكل مندري 3,000 شيكل مديون للحكومة اليهودية شو أنا قلت له قلت أما أنا أخوي اللي حط تحت الأرض 300 كيمة في الأرض دفنوه وراحوا الغنمة وراحن أولاده وراحن بناته هذا ما فيش عليك أخوه إما الخوف على اليهودي اللي معاه مديون ب 3,000 ليرة 3,000 شيكل لليهود تقولوا لعنا مديون إما أنا هذا يعني بلاش لشدته معكم بالله ولا فرد ولا برودة ولا ستين ولا أوزن وطخوا شي بدي أسقط حكي عنا الله هو فيز لي فراشة الله هو والله ما أظلم قال بيده هيك هذا بطلال في المحكمة رام الله في محكمة الصلح قال بيده هيك شصر الكنانة والمتاع عن هالشيء نزلين على البلاط الله الحاكم بكل تعال تعال المسؤول والله في جنبه واحد أخرى هي هجت نار اتجهات وعقود كل شو بدك إياه من ضربوا على اليهودي حجر أخو تقول هذا أخو تذبحوه أنه الكود الحكم العسكري إن ضربوا عليهم صرارة بذبحوه إما يا بني إصلح أخو كنت علي شو بدي أصلح والله ما بصلح قال لي بأخذوا أولاد أخوك بأخذوا أخوهم بقول قلت لحيلت ولدي والأخو الثاني ولدين يذبحوهم شلين أنت عارف كلا قلت والله إحنا جماعتنا إيش في بريطانيا وإيش في أمريكا وإيش في الخليج وإيش في عمان يعني لا يروح مننا 100 واحد ما بأثر علينا قال يام والله ما زي ما بحكي معي أنه هي الحكم العسكري وهذيك بتهز في رأسها قال يام مش خايف قلت لا والله ماني خايف يقتلوهم هلكت يقتلوهم مش بدي فيهم في بدالهم هاي أولادنا أولاد أولاد أولادنا ما شاء الله إحنا الحمد لله ثرويين بتعطات 4,000 ذريتنا حمولتنا إحنا يا عمي أكبر عالم في العالم بعدين شبابنا كلها مفركة يشوف بريطانيا يشوف أمريكا ويشوف الخليج كل طب كود وكود شو بدك إياه سجل اللي بدك إياه صرت أسجل سجلنا حق الغنم سجلت كرت المؤن سجلت فكر البنات سجلت فكر أولاده حسبنا 35,000 ليرة أردني بكت الليرة الإسرائيلية ليرة أردنية صليت على النبي الله وسيلك هذا الإشي صار طيب قالوا لي روح عمي لما روحنا في واحد من أبو صبع بخليهاش في واحد من اللي ساكن هناك عربي قال لهم هذول والله ما بسووا إشي عمي خلص إحنا بنكتفي بهذا القدر من القصة من مقتل أخوك أو استشهاد أخوك الآن أنتوا في الأردن لكم مضافة أو ديوان لأهل برفيليا مضافة؟ ديوان لكم ديوان لبرفيليا إن شاء الله إن بدأ يصير الساعة ديوان بلى موجود الآن ديوان؟ في مبنى وفي مقر لكم؟ لا احنا ساكنين بين الأجار يعني في بس ديوان وفي هذا بنبنى جديد طيب عم بنبنى الآن يعني؟ في ديوان بنبنى طيب قبل ما ننتقل للحظات الأخيرة خذ هاي دخان خلاص أيوة تفضل برفيليا قريتك عمي ف
30 سنة وأنا أدخن يمنهم ولي الدخان. خربيت الدخان شرشحني. طيب يستر. طيب عمي أبو أحمد الآن سؤالي إليك، برفيلة شو حدثوك عنها؟ هل بيوتها ما زالت قائمة ولا مدمرة؟ والله مدمرة يا سيدي. مدمرة كلها؟ هو أنا رحت عليها وهي مدمرة. رحت عليها هذا لما كنت تتسلل؟ ولا دار واقفة ولا دار، تحت السكاية في الطينة مهدمينها. مهدمينها مخابة عنك خراب. نعم. ولا فيها دار اللي تتقوى فيها. طيب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 عمي. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، هذا القرار والذي صدر بشهر 12 عام 48، هذا القرار صدر بشهر 12 عام 48 أقر حقك بالعودة إلى بلادك واسترداد كل ممتلكاتك والتعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتات. سؤالي لك عمي أبو أحمد الآن، إذا هيئة الأمم قررت أنه تطبق هذا القرار تنفذه وأنت كلاجئ قالوا لك بدنا نرجعك لبلادك لبرفيليا، هل تعود إلى برفيليا؟ والله بعود. بتعود لبرفيليا؟ والله بعود، والله لو عندي 100 مليون ليرة. نعم إلا أعود. طيب لو سألتك سؤال آخر، لو قالوا لك بدنا نعطيك 10 دنومات أرض في أي مكان في العالم وتنسى برفيليا، هل بتنسى برفيليا؟ لا والله. في إشي بالدنيا بعوضك عن بلدك وأرضك؟ لا والله ما في إشي بعوضك. سنتي هكذا، هيو هذا سنتي. نعم سنتي بهيبة بدك تبيعها اللي باعوا في ناس الله يشفينا شرهم، باع الله جعلهم مأواه من جنة. نعم اللي هيبة والله اللي يحط لي مليون ليرة ما بوكع اللي أقول إني أنا متنازل عن بلدي. نعم ما بتنازل. طيب أنت كلاجئ كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي حيال النكبة اللي عاش شعب فلسطين؟ هل بتشعر أنت كلاجئ إنه العالم المجتمع الدولي قدم شيء لقضية فلسطين؟ هل قدموا لنا شيء؟ لا والله ما قدموا لنا العذاب والذبح والسلخ. نعم والله ما قدموا لنا الذبح والسلخ. طيب احنا في نهاية اللقاء عمي ابو احمد، حاب تحكي اي رسالة لابنائنا لاجيالنا قبل ما ننهي هذا اللقاء؟ حاب تحكي شيء لاولادك لابنائك لاحفادك توصيهم في فلسطين؟ بنهج كل انسان انا بشرب الموت بكلهم. نعم. اصحوا تتنازلوا عن سلطة هذا البلد، ظلتوا مهجرين العمر ولا تنسوا عن سلطة. نعم أبدا. الله يقويك عمي. آمين يا رب. الله يا عمي من ما هي بكبك أجمعهم أكلهم أصعوا، في ناس باعوا الكرت وعطوهم. نعم. 1000 ليرة و2000 ليرة ووقعوا ما لهم عقل استحكى. طيب عمي أنا في نهاية اللقاء، أنا سعيد عجاوي، سعيد بلقائي معك أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة، التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، يعني بنقدم لك كل الشكر والتقدير على هذا اللقاء الطيب، احنا تعبناك معانا. لا والله لا والله الله يعطيك ألف عافية عمي. والله جين تكبرت. شكرا لك.